السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كراسة المفيد في الرياضيات للسنة الأولى من التعليم الابتدائي، كراسة المتعلمة والمتعلم، درج جديد، مقارنة وترتيب الأعداد من 0 إلى 20. الأهداف التعلمية من هذا الدرس، سنحاول أن نوضح الفيديو أكثر. أقارن الأعداد من 0 إلى 20 وأرتبها بدون رموز ثم باستعمال الرموز، نلاحظ ونقارن ثم نحدد اللعب التي يمكن لعلي أن يشتريها كما هو موضح هنا. علي يملك 15 درهما، علي يملك 15 درهما، ويمكن أن يشتري لعبة واحدة بهذا المبلغ الذي يملكه. كما كتلاحظوا السيارة 17 درهم، الدراجة النارية 15 درهم، طائرة 20 درهما، كرة 19 درهم. إذا اللعبة التي يمكن لعلي أن يشتريها هي الدراجة النارية فقط، لأن باقي اللعب ثمنها أكثر من المبلغ الذي يملكه علي. ثمن ديال اللعب الأخرى أكثر من المبلغ الذي يملكه علي. إذا اللعبة الوحيدة التي يمكن أن يشتريها علي هي الدراجة النارية. يمكننا إما نلونو البطاقة أو لا نحيطو اللعبة التي يمكن أن يشتريها علي. المهم أنا غنلونها معكم وغنحيطوها. إذا هذه هي اللعبة الوحيدة التي يمكن أن يشتريها علي. أكتب الأعداد الممثلة ثم أقارن بوضع الرمز المناسب. إذا عندي هنايا هذا المعدد يمثل، عندي الوحدات 0، العشرات 10، 20، إذا 2. عندي المعدد الثاني 1 2 3 4 5 6 7، 7 وحدات وعشرة واحدة. إذا كنقوم في البداية بالمقارنة برقم العشرات. عندي 1 2، 1 أصغر من جيد، أصغر من 2، إذا 17 أصغر من 20. نكتب الأعداد الممثلة في المعداد، هذا المعداد 1 2 3 4 5، إذا 5 وحدات و10 واحدة. 1 2 3 4 5 6، 6 وحدات و10 واحدة. أول حاجة غنقارنو رقم العشرات، عندي 1 1، إذا غنتقلو الرقم الوحدات 6 5، 6 أكبر من 5، إذا 16 أكبر من 15، استعمل الرمز أكبر. ننتقل للتمرين رقم الثاني، أكمل كما في المثال. عندي هنا 14 أصغر من 20، إذا هنا 17، إذا عندي هنايا سأمثل العدد رقم الوحدات على المعداد، إذا 7 وحدات، 1 2 3 4 5 6 7. هذا الدرس ان شاء الله نحاول انني نبارطاجيه معكم في فيديو واحد وعشرة واحدة. كما كنقول القرص الاحمر يمثل 10 واحدة، اذا 17 هنا، 1 2 3 4 5 6 7، 7 وحدات، 7 وحدات، اذا 10 واحدة. سأعيد العد، 1 2 3 4 5 6 7، إذا 17 غنقرنوها رقم العشرات 1 1، رقم الوحدات 7 7، إذا 17 تساوي 17. ألون أكبر عدد، ألون أكبر عدد، إذا عندي هنايا أكبر عدد. كما كتلاحظوا كنشوفوا رقم الوحدات 1 1 1، رقم العشرات الأعداد كلها فيها 1 1 1 1 في رقم العشرات، ولكن العدد هذا العدد رقم
رقم العشرات 2، إذن أكبر عدد هو 20. سوف نقوم بتلوينه بأي لون، ليس مطلوب لون محدد، إذن اختاروا أي لون بغيتوا. 20 هو أكبر عدد. التمرين الموالي، ألونوا أصغر عدد. إذن ألون أصغر عدد، غنمشيو الرقم العشرات، عندي 1 1 1 1 جوج، إذن هذا العدد كبير، ما غاديش نقارنه مع الأعداد الأخرى. عندي 5 4 9 7، شو أصغر عدد بين 5 4 9 7؟ هو 4، إذن 14 هو أصغر عدد، وسوف نقوم بتلوينه أيضا. أقارن باستعمال الرمز المناسب. رمز مناسب هو أصغر، أكبر أو تساوي. عندي هنا رقم العشرات 1، والرقم العشرات هنا في هذا العدد 2، إذن 1 أصغر من 2، 20 أكبر من 18، إذن 18 أصغر من 20. المقارنة الثانية، 1 رقم العشرات، 3 5، دائما نلقى رقم العشرات كيتساوي كنتقل لرقم الوحدات، إذا 3 5، 3 أصغر من 5، 13 أصغر من 15. عدد الموالي أيضا، المقارنة الموالية، 1 1 في رقم العشرات، 9 4، إذا 9 أكبر من 4، 19 أكبر من 14. المقارنة الأخيرة، 2 1، دائما كنمشي لرقم العشرة، تذكروا هنا مزيان، دائما نمشي لرقم العشرات، 2 1 2 أكبر من 1، إذن 20 أكبر من 17. أرتب الأعداد 17 13 20 19 ترتيبا تصاعديا ثم ترتيبا تنازليا. الترتيب التصاعدي هو من الأصغر إلى الأكبر، إذا أصغر عدد هو 13 13، أصغر من، ودائما خذوا قلم اللي كتبتو نضرب عليه في الترتيب، 13 أصغر من 17، 17 أصغر من 19، 19 أصغر من 20، ثم تنازليا، الترتيب التنازلي هو من الأكبر إلى الأصغر، إذا أكبر عدد هو 20، نستعمل رمز أكبر، أكبر من 19، 19 أكبر من 17، 17 أكبر من 13. ننتقل للصفحة الموالية، نحاول نسرع. أحيط أصغر مبلغين، أحيط أصغر مبلغين، إذا عندي هنا 10 زائد درهمان 11 12 زائد درهم 13 14، إذا عندي هنايا 14 درهمان، 14 درهم، هنا 10 زائد 15 11 12 13 14 15، 15 درهم، 20 درهم، ورقة من فئة 20 درهم. إذا أصغر مبلغ هو 14 درهم، هذا هو أصغر مبلغ. أحيط أكبر مبلغ، نقوم بحساب المبالغ بداية، 10 11 12 13 14 15 16 17 18 درهم، المبلغ الأول 18 درهم، المبلغ الثاني 10 20 20 درهم، المبلغ الثالث 10 11 12 13 14 15 16 17 17 درهم، إذا أكبر مبلغ هو 20 درهم. سوف نقوم بإحاطة مبلغ 20 درهما.
أضع الرمز المناسب أكبر أكبر أو أصغر أو تساوي. نفس الطريقة 20 كما كنقول لكم كنبدا المقارنة من رقم العشرات. إذا 2 1، 2 أكبر من 1، إذا 20 أكبر من 17. رقم العشرات كيتشابو، كنتقل لرقم الوحدات. رقم الوحدات 1 9، إذا 1 أصغر من 9، فبالتالي 11 أصغر من 19. 18 عندي هنا 18 تساوي 18. عندي هنايا غنقوم بالحساب بداية، 20 10 زائد 8 18، 10 زائد 6 16. إذا عندي رقم العشرات 1 وهنا 2، 1 أصغر من 2، إذا 19 أصغر من 20. عندي هنا رقم العشرات 2، رقم الوحدات، رقم العشرات في العدد الموالي 1، إذا 2 أكبر من 1، فبالتالي 20 أكبر من 18. عندي هنا رقم العشرات 1 1، ننتقل لرقم الوحدات 7 6، 7 أكبر من 6، فبالتالي 17 أكبر من 16. هي الطريقة باش تبقاو قارنو. وأنا راح حاطة واحد الفيديو كنشرح فيه المقارنة لتلاميذ السنة الأولى تعليم ابتدائي. كان دائما كنقوم بالمقارنة من رقم العشرات، كنشوفهم إلا لقيتهم كيتشابهو كنتقل لرقم الوحدات. أكتب أعدادا مناسبة، أكتب أعداد مناسبة. إذا هنا عندي 15 أكبر من عدد اللي كبر من 15 16، نقدر نكتبو 16 أو 17، أي عدد بغيتو حتى لحد 20. إذا 15، عفوا كنعتذر، أعتذر هنايا، أهو 15 أكبر ليس أصغر، أكبر 15 أكبر من 14، 15 أكبر من 14، 13 أصغر أكبر من 14، يمكن نقول 13 12 11 أصغر من أي عدد قل من 15، أي عدد قل من 15 15 أكبر منه. 13 أصغر من مثلا 15، 13 أصغر من 15، 18 تساوي 18، 20 تساوي مثلا نقولو 19 زائد 1، أو 20 زائد 0، أو 20 تساوي 20. كاع الكتابات صحيحة. يمكن لي نقول 20 تساوي 19 زائد 1، 20 تساوي 20 زائد 0، 20 تساوي 20. الكتابات كلها صحيحة، يمكن نحطوها هنا. إذن 20 زائد 0 أكبر من، يمكن نقول 19، 18 حنديرو أقرب عدد، 20 أكبر من 19، 19 زائد 1 هي 20، 19 زائد 1 هي 20. إذا 20 أكبر من 18 أو 17 أو 16، المهم يكون صغر من 20. أكمله كما في المثال، عدد قبل عدد بعد. إذا 16 العدد قبله مباشرة هو 15، العدد بعده هو 17، 13 العدد الذي يوجد قبله هو 12، العدد بعد 13 هو 14، 14، 19 العدد الذي يوجد قبله 18، العدد الذي يوجد بعده 20. إذا 18 19 20، 15 العدد قبله مباشرة 14، العدد بعد 15 هو 16. أكمل نفس الطريقة، 10 كما كتلاحظوا 18 19 20، 10 9
عدد قبل عشرة هو تسعة، عدد قبل تسعة هو ثمانية، عشرة العدد قبله مباشرة تسعة، العدد بعده إحدى عشر، تسعة عشر، ثمانية عشر، يعني العد العكسي، أنا العد العكسي، تسعة عشر، ثمانية عشر، سبعة عشر. ألون بالأحمر، ألون أكبر مجموع بالأحمر وأصغر مجموع بالأزرق، بعدين نكتبوا كل مجموع شحال فيه. عندي هنا عشرة زائد تسعود، عشرة زائد تسعود، عشرة، أحداش، اتناش، تلتاش، أربعتاش، خمستاش، ستاش، سبعتاش، تمنتاش، تسعتاش، تسعتاش زائد واحد عشرين، إذا هذا المجموع عشرون. عشرة زائد خمسة، عشرة، أحداشر، اتناشر، تلاتة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، هذا المجموع خمسة عشر. المجموع موالي عشرة زائد تسعة، عشرة زائد صفر عشرة، زائد تسعة عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر. كنبغي نعد قدامكم، يعني كنخدم عقلي ويديا باش تعلموا معايا. تسعة عشر، عشرة زائد واحد عشرة، إحدى عشر، إحدى عشر زائد ثلاثة أربعة عشر، إذن أربعة عشر. أكبر عدد، أكبر مجموع بالأحمر، أكبر مجموع بالأحمر، أكبر مجموع هنا هو عشرون، إذا سنقوم بتلوينه بالأحمر. أصغر مجموع بالأزرق، أصغر مجموع هو أربعة عشر، إذا سوف نقوم بتلوينه بالأزرق. أرتب الأعداد ترتيبا، الأعداد تنازليا باستعمال الرمز المناسب. الترتيب التنازلي هو من الأكبر إلى الأصغر، باستعمال الرمز المناسب في الترتيب التنازلي هو رمز أكبر. إذن عندي هنا أكبر عدد هو، عندي رقم العشرات كيتشابو، رقم الوحدات تسعة، أربعة، سبعة، ستة، إذن تسعة عشر هو أكبر عدد. سأكتب تسعة عشر أكبر من أربعة، سبعة، ستة، أكبر من سبعة عشر، أكبر من ستة، أربعة، أكبر من ستة عشر. كما كتلاحظ درك الرقم كنقارن رقم الوحدات، أكبر من أربعة عشر، إذا تسعة عشر أكبر من سبعة عشر، سبعة عشر أكبر من ستة عشر، ستة عشر أكبر من أربعة عشر. أكتب كل من الأعداد التالية في المكان المناسب. إذا سأكتب هنا، عطيني نكتب الأعداد المحصورة ما بين صفر وعشرة في هذا المكان، والأعداد المحصورة ما بين عشرة وعشرين في هذا المكان. إذا سأكتب الأعداد المحصورة بين صفر وعشرة، نبدأ الأعداد المحصورة بين صفر وعشرة. إذا عندي ثمانية، ثمانية ونشطب عليها، ثمانية، وعندي تسعة، هذوما العددين المحصورين بين صفر وعشرة، صفر وعشرة، ثمانية، تسعة. أما الأعداد المحصورة بين عشرة وعشرون فهي كالتالي، نحاول نديروها مرتبة. إذن عندي ثلاثة عشر هي الأولى، ثلاثة عشر، ثلاثة عشر، خمسة عشر، خمسة عشر، سبعة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر. العدد عشرون هو مكتوب
ما غاديش نضطر انني نعاودو. اذا اعداد المحصوره ما بين 10 و 20 13 15 17 13 15 17 18 19. ننتقل للحصة الرابعة والخامسة والأخيرة من هذا الدرس. أقوم تعلماتي وأدعمها. أحيط أكبر عدد في كل سحابة، أكبر عدد في كل سحابة. نمشي للرقم رقم العشرات، واحد 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 اثنان. إذن اثنان هو أكبر رقم في عدد العشرات، إذن عشرون أكبر هذه الأعداد. عشرون. السحابة الثانية عندي رقم العشرات كل هذه الأرقام رقم عشرتها واحد، إذن ننتقل الوحدات سبعة خمسة ثمانية تسعة، إذن تسعة هو أكبرهم، إذن تسعة عشر هي أكبر هذه الأعداد. أحيط أصغر عدد في كل سحابة، دايما ديروا نفس التقنية، كنمشي نيشان لأرقم العشرات، إذن اثنان أكبرهم، صافي ما غنقارنش اثنان غنساه، ما غنقارنش به. عندي واحد واحد واحد، إذن تسعة، اثنان ثلاثة، إذن اثنا عشر هو أصغرهم، اثنا عشر هو أصغرهم. بالنسبة للعدد السحابة الثانية، كما كتلاحظوا جميع الأرقام مكونة من جميع الأعداد مكونة من رقمين إلا العدد تسعة، إذن أصغر هذه الأعداد هو العدد تسعة، أصغر الأعداد هو العدد تسعة. أقارن بوضع الرمز المناسب. بداية سوف نقوم بجمع هذه الأرقام، عشرة زائد أربعة أربعة عشر، عشرة زائد ثمانية ثمانية عشر، عشرة زائد اثنان اثنا عشر، إذن خمسة عشر أكبر من أربعة عشر. هنا دائما كنقارنو نفس الشيء كما وريتكم، واحد واحد في رقم العشرات، ننتقل لوحدات خمسة أربعة، إذا خمسة عشر أكبر من أربعة عشر، ثمانية عشر ثمانية عشر، ثمانية عشر تساوي ثمانية عشر، ثلاثة عشر واثنا عشر، إذا رقم العشرات كيتجابو، ثلاثة اثنان، ثلاثة أكبر من اثنان، فبالتالي ثلاثة عشر أكبر من اثنا عشر. عندي هنا عشرون تسعة عشر، رقم العشرات اثنان، هنا واحد، إذن عشرون أكبر من تسعة عشر. عندي هنا عشرون عشرة، اثنان في العشرات، واحد في العشرات، إذن اثنان أكبر من واحد، فبالتالي عشرون أكبر من عشرة. رقم العشرات كيتشابو، نمشي للوحدات تسعة سبعة، تسعة عشر أكبر من سبعة عشر. كنتمنى أن يكون واضح، وما يكون درت لأنني كنحاول أنني ما نفلت شي حاجة، ما نديرش الأخطاء. أخدم معكم بدون تحضير هذا الدرس هذا تحت الطلب ديال بزاف ديال المشاهدين مناسبا. إذا 17 أصغر من مثلا 19 أو 18، نكتب أنا 19. 13 أكبر من 11، 13 أكبر من 11، 20 أكبر من 18، 19 تساوي 10 زائد 9، 15 أصغر من 10 زائد 6، 14 أكبر من 10 زائد 2، لأن 19 تساوي 19، 10 زائد 9 19، 15 أصغر من 10 زائد 6 16، 15 أصغر من 16، 14 أكبر من 12، لأن عشرة زائد اثنان تساوي اثنا عشر. تمرين رقم عشرين، أرتب أعداد كل سطر تصاعديا باستعمال الرمز المناسب. إذا الترتيب التزايدي التصاعدي عفوا، الترتيب التصاعدي هو من الأصغر إلى الأكبر. إذا
اصغر عدد هنا هو كما كتلاحظوا 15. 15 اصغر من، كنحاول نسرع لان الستوكاج مبقاش عندي في التليفون. 15 اصغر من 17. دائما العدد اللي كتبت نضرب عليه. 17 اصغر من 18. 18 اصغر من 19. 19 اصغر من 20. كذلك الشريط الثاني من الاصغر الى الاكبر، اصغر عدد هو 9. نكملوا التمرين. اذا 9 اصغر من 1 1 1. اذا عندي 7 هو الاصغر. اذا 9 اصغر من 17. 17 اصغر من 18. 18 اصغر من 19. 19 اصغر من 20. التمرين رقم 21. ورتبوا اعداد كل سطر تنازليا بمعنى من الاكبر الى الاصغر. اكبر عدد هنا 20. دائما تقوموا المقارنه كما كنقول لكم العشرات. سلينا 20 غادي نشطب عليها. اذا اكبر عدد عشرة كل واحد، نمشي لوحدات. اذا اكبر من 17. اذا اكبر من 15. اكبر من 4 3. اكبر من 14. اكبر من 13. شريط الثاني عندي هنا اكبر عدد ايضا هو 20. كما كتلاحظوا رقم العشرات 2، وما تبقى رقم العشرات 1، وهذا 9، يعني 9 وحدات. اذا 20 اكبر من، عندي رقم الوحدات عشرات 1 1، ارتقل رقم الوحدات. اذا 8 عشرون اكبر من 18. اكبر من 17. 17 اكبر من 16. 16 اكبر من 9. انتقلوا للتمرين 22. احيطوا الاعداد الاصغر من 16. اذا الاعداد الاصغر من 16، اعداد الاصغر من 16. اذا 19 كبر من 16. 11 اصغر من 16. 15 اصغر من 16. 18 اكبر. 20 اكبر من 16. 14 اصغر من 16. 9 اصغر من 16. 17 اكبر من 16. احيط الاعداد الاكبر من 15. اذا ما 15 تساوي 15. 8 اصغر من 15. 10 اصغر من 15. 19 اكبر من 15. 20 اكبر من 15. 14 اصغر من 15. 16 اكبر من 15. و 18 اكبر من 15. اكمل ترتيب المتسابقين بوضع الرقم المناسب على البطاقة من الاصغر الى الاكبر. اذا من الاصغر الى الاكبر 15. اذا 16. 17. 18.
المتسابق الأخير 19. إلى هنا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم، مع السلامة.